أخي أخي ما رح تصدق شو صار معي اليوم. اليوم أخي عم تسمعني؟ منيح. تتذكر البنت هير المتدربة الجديدة، البنت يلي أنقذتها من الحية؟ عرضت عليها الشغل لأنه أنا حاس بشي تجاهها أخي. وأخي أنا أخي أنا ما فيك تتخيل قديش بحبها. أنا عن جد بحبها، أنا بحبها عن جد. وإذا بتكون حوالي بالمكتب أكيد رح يكون في عندي فرصة لحتى أعرفها أكثر. وبتعرف شو الحلو بالموضوع؟ إنه ماما شافتها وحبتها كتير مثل ما أنا حبيتها. ماما كانت عم تقلي نطلبها للزواج، بس فكرت إنه لازم أسأل هير بالأول. شبك أخي؟ أنا بعرف إنه أنت ما بتحبها لهير كتير، بس إذا قبلت تشغلها بمكتبك رح تعرفها أكتر، مزبوط؟ الحقيقة هي شوي بريئة مولدنة، وهي بتخاف منك شوي، بس مو دايما، بس هي بتشتغل من كل قلبها، رح تعطي أحسن ما عندها بالشغل. طلع، أنا قلت لك ماني مهتم فيها، بتقدر توظفها. عن جد أخي بتشكرك كتير. خلص، بس عندي شرط. شو؟ رتب لي الغرفة. أنا جاي هير، أنا جاي. هذا أنت؟ شو عم تعمل هون؟ تعرف؟ هلأ ستي تذبحني إذا بتشوفك هون. تطلعي لبرا دقيقة رجاءً. شو في؟ دقيقة واحدة رجاءً بس دقيقة. طيب استنى رح أطلع لعندك. قلي شو في؟ لو سمحت ايدي. طبعا. قلي شو اللي صار. يعني انا جيت لخبرك اخبار حلوه.